السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. والحلقه ديال اليوم واش كتعجبك طنجه في الصيف اولا في الشتويه؟ يلا نشوفوا الاراء ديال الناس في الشارع. نتينا اخاي مزيان الحمد لله خويا، تبان لي مسار ضروري. كي كنتي؟ والله الا هنايا في الغندور. لا قلت لك واش طنجه كتعجبك في الشتا ولا في الصيف؟ الصراحه كتعجبني في الشتا. على الزمان كتعجبك في الشتا وما كتعجبكش في الصيف؟ واش غنقول لك، الشتا كتكون الدنيا شويه خفيفه هدايا المهم الجو مزيون حلوه، هي اصلا حلوه في الشتا. ابراهيم الله يعزك. بيني وبينك شكون اللي احسن، واش الشتويه طنجه كتكون مزيونه ولا الصيفيه؟ لا في الصيفيه يا اخي ابراهيم. وعلى الزعما؟ الصيفيه كتكون الحركه محركه هنا، دعوه عامره، كل شيء محرك، فلوس كاينه، تينا عارف. الشتويه كتكون شويه تركيه. لا والو في الشتويه غير النعاس والخدمه صافي. صحة صبحيرة. الله يبارك. حرسوا مزيان. مضخم ماشي غير مزيان. هذا ابراهيم كتعرفوا ياه؟ كتعرفني؟ شنو كتعجبك الصيفيه؟ شكون كتعجبك الشتويه ولا الصيفيه؟ الصيف. علاش كتعجبك الصيف؟ كان بحرو. برافو ليك. انت من سينا؟ انا زني ايوم عويس بحر مع راسك. اي طريق من سينا واش كتعجبك في الشتا ولا في الصيف؟ الشتا حسن اخي ابراهيم. زعما؟ اي والله كتكون الامور مرخوفه شويه، اش فهاد تحس ما كيكون شي. والله الا الانسان كيفاش انا عارف كيكون الراحه ديالو. دابا الصيفيه كتكون الدنيا بلان، فيما مشيتي عامره، فيما مشيتي التاكسي ما تجبرو، المركب ما تجبرو، فيما بغيتي تجينا البحر عا وصعيب كتشوف كلشي صعيب اخي ابراهيم. يا والله صحه اخي. الله يعطيك الصحه الله يرحم والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش كتكون في طنجه ولا جيتي من طنجه؟ عاجي طنجه. ما جيت مرحبا بك عندنا. الله يعطيك الصحه. من سينا؟ من القصار. القصار مرحبا بكم في طنجه. الله يعطيك الصحه الله عاجي. شنو يعجبك في طنجه؟ زوينه كنت مزيانه هي القصر ديالي الله يرحم والدي. باش شنو كيعجبك في طنجه؟ واش البحر الناس ديالها؟ كلشي 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 مزيان كلشي مزيان. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الصحة الصبحيرة. الله يبارك. مرحبا والديك بعزك. ابراهيم اليوتيوبر ديالنا. خاوتي تبارك الله عليك. امر لكم كيفاش جاتكم طنجه في الصيفية؟ شنو نقول لك الحبيبي، هي من ناحية ديال السياحة وهكا مزيانة، ولكن عندكم شوية الغلاء. الغلاء الغلاء الغلاء. شنو اللي جبرتو غالي في طنجة؟ كل شيء، لا من ناحيه المواد الغذائيه، الكراء يلعب، ولكن الناس ديالها الله يعمر هذا. الله يرحم والديك. انت ماين؟ انا ولد فاس. تبارك الله. مرحبا بنا عندكم فاس ان شاء الله. اخويا العزيز، اخويا الاجواء هنا زوينه بزاف وناسهم ظريفين والحمد لله اخويا. يعني. شبعت الصباح عركة صباح معمر. مطقيه. وديك فاس غير الحراره اخويا 46 درجه. شويه كنمشيو عندكم فاس. مرحبا اخويا العزيز. هذاك المحتوى ديالك كيعجبنا على رقمتين. كيحط فيديو في الفيسبوك اليوتيوب. داري دوز. حارسي مع راسي. الله ينم بحر هذا النهار هذا. دابا نقول لك شكون احسن، واش طنجه في الصيف ولا طنجه في الشتويه؟ واش عادي نقول لك في الشتويه في الصيف احسن، ولكن بالنسبه للشتويه عاود كتكون زايده شي حاجه فهمتي؟ حيت على حساب عاود كيجي يعني الدنيا ما يكونش عامر يعني منوره شي شويه، وفي الصيفيه كتسمع التبحر وصافي فهمتي؟ يعني الدنيا كتكون عامره. الدنيا عامره كتكون. يعني انت هنا كتقول دابا شنو كيعجبك؟ صراحه بجوج بيهم. بجوج بيهم بالنسبه ليا. تبارك الله. الله ينور. عام جيتي بلاي اليوم. مع الدراري وصافي خرج مع الدراري مع العشرين ديالنا وصافي. الله يخليكم ديما. الله ينورك الخو. انسان مبحر ومحمر بجوج. مبحرين والله الا مبحرين. يا والله اجي نقول لك دابا شكون احسن، واش طنجه في الصيف او لا طنجه في الشتا؟ زوين بزوج بيه والله العظيم بزوج بيه. في الشتا كيكون الخدمه هو هذا بنادم مساري شويه، وفي الصيف كيكون التبحيره والتبحر و... كاينه خدمه. كاينه الخدمه. يعني كاينه الخدمه والتباحر. بزوج كاينين. يعني حنا نقولوا دابا شنو الاختيار ديالك شنو هو؟ التباحر. تبارك الله عليك. طنجة واش مزيونه في الصيف اولا في الشتويه؟ كتجيني انا في الصيف حسن اخو. في الصيف كيكون فيها تحركات، بنادم كيبيع ويشري كذا، بنادم مع العائله كيبحر كذا شي فهمتي. اما في الشتويه كتكون والو، كتكون الخدمه في الشتويه يعني بنادم خدام كيكون. خدام كيكون فهمتي. الخدمه راسي راسي. دابا النهار طويل تساره خروج بحر. الله يا اخي كتقايل كطلع الدار كطبيع ونرجع تسهر عاود. فين بحرتي اليوم؟ عالك. إيه هنا يا خاوي بلاي شي صحة الصبحيرة. الله يكبر زيار. الله يبارك فيك اخويا الحبيب لي. مرحبا بكم معنا في طنجة. الله يبارك فيك اخويا لي. شنو مدينة جيتي؟ انا خويا جينا من فاس. مرحبا بك. الله يحفظك اخويا. دابا غادي نسقسيكم كيفاش جاتكم طنجة في الصيف؟ لا طنجة زوينة. هي عامره شويه عامره الدنيا تبارك الله. هي انا تلاقي مع الناس تاسيما بزاف. غنقول لك شكون احسن، واش طنجه في الصيف ولا في الشتويه؟ في الصيف. وعلى الزعما في الصيف؟ يدك. شنو اللي مزيون كيكون في الصيف؟ فيها الخدمه وكذا يعني كتكون الحركه. شحال عندك في هذا اليوم؟ شحال كتطلع في هذا؟
كاينه الدوره 30 درهم، كاينه 5000، كاينه 100 درهم. يعني على حساب الدوره ولا على حساب الساعه ولا بالدوره؟ على حساب الوقت. على حساب الوقت. الله يعاونك. يعطيك الصحه اخويا العزيز. دابا نقول لك كيفاش جاتك في الايه ديالنا؟ مزيونه تبارك الله. الدنيا منوره. عرفتي علاش منوره؟ قرنتينا هنا يا صاحبي تنور. سرك راجل. شنو مدينه جيت؟ فاس. فاس ومخوا اليوم تبارك الله الناس فاس موجودين. مرحبا بك. اللي كبر بك راجل. سبق لك جيتي في طنجه في الشتويه؟ اه. شكون احسن واش طنجه جاتك في الصيف احسن ولا في الشتويه احسن؟ في الصيف احسن. الصيف احسن. شنو اللي في الصيف احسن زعما شنو يعجبك؟ البحر. عيب. اللي بها اللي بسر. تبارك الله. اللي سرك اخويا. ودابا غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. انت اللي كتفرج هذا الفيديو، واش كتعجبك طنجه في الصيف او طنجه في الشتوي؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.